إذن من اسطنبول. مزيد من التوتر في اليمن، قوة الأمن فتحت النار على المتظاهرين المناهضين للرئيس علي عبد الله صالح في صنعاء لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم جنديان من قوات اللواء المنشق علي محسن الأحمر وجرح العشرات. الفرقة الأولى مدرع التي يقودها الأحمر كانت في مقدمة مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تمكنوا من المرور عبر شارع الزبير التجاري على الرغم من الاشتباكات العنيفة. ومن العاصمة صنعاء ينضم إلينا الآن مراسلنا محمد القاضي. محمد، ما هي آخر التطورات لديك في العاصمة اليمنية؟ آخر التطورات هو كما ذكرت قتلى، هو 6 قتلى وأكثر من 70 شخصا. هناك أيضا قتيلة هي الأولى ضمن هذه قتلت في هذا اليوم. لكن الجديد هو الرئيس اليمني العامية والعسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحركات التي تجري في مجلس الأمن للوقوف من ذلك، وبدأ الموقف الرئيسي روسيا خاصة من ذلك روسيا والصين متعنت أو مؤيق معلوماتهم إلا من خلال قادة المعارضة، وكما كتب من سماهم بالإنقلابيين في المعارضة مؤسسة الأمنية والعسكرية، وقال أحد أن الرئيس يتجه إلى مواجهة خصومه، وأن الرئيس أعتقد كما يرى سيتنحى وسيستجيب لربما لمطالب مجلس الأمن وقرار مجلس الأمن الذي سيصدر قريبا. نعم، إذا يعني ربما صنعاء اليوم أو اليمن ككل على مفتق أول انزلاق البلاد ربما إلى حرب أهلية؟ بالتأكيد يستند إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية وأيضا مواجهة المجتمع الدولي الذي إقناع الرئيس علي عبد الله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية ونقل السلطة إلى نائبه لتجنيدا من أعمال العنف ومزيدا من الانزلاق إلى رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح. وهو أتى أيضا بعد بيان أصدره الدولي لتحمل مسؤوليته والضغط على الرئيس للتوقيع على حزب الله، نقل المعسكرات الحرس الجمهوري وأيضا القوات المؤيدة للثورة إلى خارج العاصمة تبعد عن أكثر من ما نراه الآن من مواجهة أو تصعيد القوة. شكرا لك مراسلنا. بدأت التحضيرات في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإتمامها الثلاثاء. حركة حماس أولى من الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الصفقة 70.